طبعا واحنا بنتكلم على يعني خراب الذمم والناس اللي بتركب الناس مراكب الموت وفي النهايه بياخدوا الفلوس ويسيبوا الناس تموت في البحر. في خراب ذمم تاني، الناس اللي هي للاسف بتسول لها نفسها ان هي تتصل بالناس بالتليفون تقول له احنا من البنك الفلاني وعايزين، واحنا بنحدث البيانات والمعلومات وعايزين من حضرتك تقول لنا شويه معلومات بس. يبتدي بقى يسرسبه في الكلام، ياخد الرقم بتاع الحساب بتاعه، سواء بقى كان في رقم الكريدت كارد بتاعه او رقم الفيزا بتاعه الكارت الائتماني ايا كان، شويه معلومات شخصيه وبيانات شخصيه. قدر هذا التشكيل العصابي ان هو يدخل على الحسابات ويحول فلوس من حسابات هؤلاء الاشخاص، يحولهم لحسابات اخرى، وقدروا ان هم يستولوا على قدر من الاموال. بنتكلم على اكتر من 2 مليون جنيه. قدرت وزاره الداخليه في اطار الضربات الناجحه انها تضبط هذا التشكيل العصابي اللي استولى على اكتر من 2 مليون جنيه من حسابات الناس. اجهزه الامن تمكنت من اعاده المبالغ المستولى عليها كامله الى عملاء هذا البنك، وهو ما يؤكد الحقيقه على اليقظه اللي تتمتع بها الاجهزه الامنيه وقدرتها على تتبع ورصد هذه الجرائم. هنشوف طبعا التفاصيل، ولكن بس في الاول حابب نفهم مع حضراتكم خطوره ان انا ادلي ببيانات في التليفون لاي حد بيكلمني يقول لي انا من البنك الفلاني اللي حضرتك فيه وعايزين نحدث البيانات. هنشوف خطوره ده حالا. برحب بالاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري. استاذ يحيى مساء الخير يا فندم. تنور استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ ازي سيادتك؟ الحمد لله تمام. الحقيقه البنوك انا بقول لحضرتك عامله اللي عليها، في رسائل بتيجي، في ايميلات بتيجي، ما تفصحش عن بياناتك، ولكن سيادتك تفسر بايه وقوع هؤلاء المواطنين ضحيه لهذا التشكيل الاجرامي وسرقه 2 مليون جنيه. طبعا بالرغم من التحذيرات الشديده اللي بتطلع من كافه البنوك ومن البنك المركزي بعدم الاستجابه لاي حد بيكلمك في التليفون، لان بالفعل البنوك لا ليست في اي حاجه الى بيانات. البيانات كلها بتاعت العملاء موجوده عندنا في البنك، مش محتاج ان انا اتكلم عميل اقول له اديني بيانات. حتى وعشان كده احنا دايما بننبه على العملاء نقول لهم حتى لو حد اتصل بيك وقال لك اديني بيان قول له لا انا ما بديش حد بياناتي، واقفل معاه وحضرتك كلم البنك اللي انت اتكلم بالبنك بتاعك او روح البنك بتاعك واتصل بيه واطلب الحاجه اللي انت عايزها. لكن البنك لم ولن يطلب منك اي بيانات لانه مش في حاجه اليها. وانا عشان كده بنصح دايما العملاء ما تصدقوش ان حد يقول لك انا بنك مركزي، ده هيقع عليك غرامه، ده هيتخصم عليك مبالغ، ده هيقفلوا لك حسابك. كل الكلام ده كلام ناس نصابه بتحاول تضغط على الناس، يا اما من ناحيه ان هي بتضغط عليهم تخوفهم ان يحصل نوع من انواع الغرامات، او ان هي تقول له لا ده انت هتكسب كذا، او هتحاول تستغل نقطه الأمين. مسكت معانا نقاط يا فندم على البطاقه الائتمانيه بتاعتك فعايزين نحول لك النقاط دي، فادينا رقم الحساب وادينا رقم الكارت. البنوك ليست في حاجه لاي ارقام او بيانات او اي حتى رساله تجيلك على الموبايل، لا ما تتكلمش مع حد فيها وما تردش على اي حد. حضرتك انت لو انت عايز انت اللي بتطلب البنك على الرقم المختصر بتاعه، او بتروح للبنك بتاعك عشان تقدر تتعامل معاه. فيما عدا ذلك لا يجب التعامل مع هذا. ونؤكد على ان كل اموال العملاء مؤمنه، سواء تعامل بقى بالانترنت، تعامل بالموبايل، تعامل مباشره مع البنك بتاعه، فلوسهم في امان تام. والدليل على ذلك ان الفلوس رجعت للعملاء في هذه الحاله، سواء من البنك الشقيق او حتى لما اتقبض عليهم، وبالتالي الفلوس استردت والحمد لله. ولكن حتى يا فندم حتى فكره العمليه دي تمت نتيجه افصاحي انا كمواطن عن بياناتي، فاقدر ان انا بالتالي لو خدت رقم البطاقه وخدت رقم الحساب والرقم السري اقدر ان انا احول، بالتالي ايه اللي هيمنعني يعني؟ ما هو ده بالظبط هو اللي بيحاولوا يستغلوا، ان في بعض الناس بتستجيب لهذا وتديهم البيانات او تعطيهم بيانات، سواء البطاقه، سواء الرقم اللي خلف البطاقة، أيوة. سواء الرقم اللي بيجي كاو تو بي او رقم المختصر، أيوة. اللي بيجيلك عشان تعمل معاملة احيانا، او بيانات حتى الكارت بتاعك. انت مش محتاج انك تدي حد بياناته، البيانات دي موجوده عند البنك. طيب موجوده عند البنك، ليه حد يجي يطلب مني بيانات؟ فهذا مش مطلوب خالص. طب خليني اسال حضرتك يا حبيبي سؤال لو تكرمت. دلوقتي واحد بيجي يحجز اي حاجه، او يا مثلا يعني اوفر فون او اونلاين بيحجز حاجه، فيقول له اديني ارقام الكارت. هل ان انا افصح عن رقم الكارت
في مشكله، ولا يعني فكره ان انا اهم حاجه الثلاث ارقام اللي بيبقوا في ظهر الكارت، يعني هل الافصاء عن رقم الكارت في مشكله، ولا يبقى المشكله لو كمان افصحت معاه عن الثلاث ارقام اللي في ظهر الكارت؟ كل هذه الارقام هي بتاعتك انت خاصه، لا يجب ان تفصح فيها. وانت لما بتروح تشتري انت بتروح انت اللي انت اللي بتتصل وانت اللي بتدي الرقم، مفيش حد بيتصل بيك يقول لك لا اديني الرقم اللي عندك. فبالتالي يوم ما انت بتتصل او عشان تعمل معامله فانت اللي بتقوم بهذه المعامله، وليس ان في حد بيقوم بالاتصال بيك عشان ياخد منك هذه البيانات. فبالتالي سواء رقم الكارت او رقم السي سي في، سي في في لو في الخلف، مظبوط، قرم الكارت خلف الكارت، او حتى الرقم الاو تي بي او الرقم المشفر اللي ممكن يجي لك عشان تعمل معامله معينه، ده كلها لا يجب ان تفصح بيها. ولكن انت اللي بتدخلها، حتى لما تيجي تشتري اونلاين انت اللي بتدخل هذه البيانات، وليس بتديها لحد هو اللي يدخلها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ يحيى بالفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. واعتقد ده يعني ما حدش تاني ينخدع في هذا الامر، لا يدي رقم الكارت ولا رقم البطاقة ولا الرقم السري ولا الرقم الثلاث أرقام الموجودين خلف البطاقة ولا أي شيء من هذا القبيل. وأرجوكم يعني في النهاردة الوزارة الداخلية قدرت ترجع هذه الفلوس من التشكيل العصابي لل 2 مليون جنيه اللي للأسف كان استغل، يعني مش هقول بساطة، مش عايز أقول حاجة تانية، ولكن عدم معرفة المواطنين اللي اتنصب عليهم. فأرجوكم ناخد بالنا بعد كده من هذا الأمر، نشوف التقرير ده ونرجع تاني مع حضراتكم. قال لي حاجة واحدة، حضرتك هتفضلي معايا على التليفون والبنك هيبعت لك رسالة دلوقتي برقم كود هتملهوني من الشمال لليمين ويتم التحديث. شغلت قضية سرقة مبالغ مالية من عملاء أحد البنوك الرأي العام على مدار الأيام الماضية، في الوقت الذي كانت تواصل فيه أجهزة وزارة الداخلية العمل ليل نهار للوصول إلى مرتكب تلك الواقعة، بعد تأكيد عملاء البنك تلقيهم مكالمات من أشخاص ادعوا فيها أنهم موظفون بالبنك وعرضوا عليهم تحديث البيانات وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي، ومن خلال طرق احتيالية تمكنوا من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء وإجراء تعاملات بنكية عليها. كنا بنتصل بالعميل وبنستدرجه في البيانات أنه يقدر يوضح لنا بياناته، وبنوضح له أن احنا موظفين البنك عشان يكون في تحديث للبيانات وكده، بيبدا ان هو يديني بياناته وافعل بيها الخدمه وبيجي باسورد، فانا بقول له ان الباسورد ده جالك عن طريق البنك، فهو بيقدر ان هو يوضحه لي. لما باخد منه الرقم ده ببقى خلاص قدرت ان انا اوصل لحسابه واقدر اتعامل اونلاين او اقدر ان انا اشتري بالكارت. يعني ما كانش اساسا المواطن يساعد اللي بيكلمه، ان هو اللي قال البيانات، يعني هو لازم هو اللي يقول كل حاجه. ولكي يتمكن المتهمون من سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلي، قاموا بإنشاء شركة توظيف وهمية بالمنيا، وأعلنوا عن وظائف وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني وتسليمها لهم بدعوى تحويل مرتباتهم إليها، ثم قاموا بتحويل المبالغ المالية المستولى عليها من عملاء البنك إلى تلك البطاقات، وسحبوا المبالغ المالية من عدة ماكينات آلي بالقاهرة. كنت بنزل اعلان بالوظائف المطلوبه، وكنت بكلم الناس وبتعامل معاهم عادي، وقابلتهم وعملت معاهم الانترفيو وقلت لهم الورق المطلوب، كل واحد ملى الابلكيشن بتاعه وصوره البطاقه واتنين كارت ميزه. حولت المبالغ على الكروت من حساب العميل، حولتها على الكروت، بس بعد كده سحبتها، بس طبعا كنت متخفي. قدرنا نحصل في خلال الثلاث ايام بعد ما سرقنا الفلوس من العملاء، قدرنا نحصل على 2 مليون جنيه. لم يكن من السهولة بمكان الوصول لهذا التشكيل العصابي نظرا لتعمدهم التخفي عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، لكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتبعت خطوط سير الجناة وباستخدام التقنيات الحديثة.
طبعا كانت الصعوبه في القضيه ان المتهمين بيستخدموا اتصالات هاتفيه بارقام غير مسجله باسمائهم، بالاضافه ان بطاقات الدفع الالكتروني اللي كانت بتستخدم في عمليات سحب الاموال غير خاصه بيهم وخاصه بناس مجني عليهم تم الاستيلاء عليها. كمان ان المتهمين اثناء ترددهم على مكانات الصراف الالي بيتعمدوا اخفاء وجوههم. نجحت الاداره في اعاده المبالغ المستولى عليها كامله الى عملاء البنك، وفكت لغز قضية معقدة برغم اتخاذ المتهمين للعديد من إجراءات الحيطة والحذر لعدم كشف جريمتهم، ما يؤكد احترافية وقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع الجرائم الإلكترونية المستحدثة وضبط مرتكبيها، بما يسهم في الحفاظ على مدخرات وأموال المصريين. وتهيب وزارة الداخلية المواطنين الحذر في التعامل مع الاتصالات الهاتفية من أشخاص مجهولين وعدم إعطاء أي بيانات عنهم، سواء من حيث بطاقات الدفع الإلكتروني أو بيانات الحسابات البنكية الخاصة بهم.